السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا جهاز ريدمي نوت 7، هنعمل له فورمات عشان نتخطى النمط بتاعه. جهاز عليه نمط اهو، تمام. هندوس نقفل الجهاز خالص. قفلنا الجهاز. بعد ما قفلنا الجهاز هندوس على زر رفع الصوت، وبعد كده الباور. هندوس على رفع الصوت الأول، بعد كده هندوس على الباور. اول ما الجهاز يشتغل هشيل ايدي من على زر الباور، واسيب ايدي، اسيب صباعي على رفع الصوت، تمام. كده دخل معايا وضع اسمه وضع الريكفر اللي احنا واخدين عليه في كل فيديوهات انا بقوله وبشرحه باذن الله. هتنزل تحت ويب داتا، تمام، ويب داتا تاني، هتنزل تحت. تعمل طبعا هنا بيبقى بزرار رفع الصوت وخفض الصوت، تقول اوكي اللي هو، تقول اوكي اللي هو زرار الباور. انا هنزل كده اهو وهدوس اوكي بزرار الباور. هستنى لغايه لما العداد ده يخلص وكده هو يكون اتفرمت. خلاص كده هو خلص. هرجع تاني ادوس ريبورت سيستم اهو، كل ده بزرار الاوكي بتاع الباور. ادوس ريبورت سيستم وهنتظر الجهاز يفتح معايا، وبكده اكون عملت له فورمات كامل للجهاز. وبكده الجهاز اهو فتح معانا. بعد ما فتح بص على السهم دوت، بعد كده السهم في الشمال، اختار اللغة اللي انت عايزها طبعا حاجة تخصك، دوس موافق على كل الشروط. اي حاجة تقابلني هنا، تخاطي السهم دوت، تخاطي برضو، المزيد قبول. بعد كده الاعدادات امرها سهل، يعني اي حاجة بتقابلك تخاطي تخاطي برضه اهو. ادوس على السهم على الشمال اهو، اكتمل التثبيت وانتظر الجهاز يفتح معايا. كده الجهاز يكون فتح معانا. الجهاز اهو ريدمي نوت 7 الاصدار اللي عليه، الام اي اللي عليه، الام يو، الاندرويد